قالت مصادر محلية وأخرى طبية أن عددا من المدنيين أصيبوا جراء قصف شنته ميليشيات الحوثي على الأحياء السكنية شرق مدينة تعز. وأكدت المصادر جرح 11 مدنيا في القصف الذي شنته ميليشيات الحوثي على أحياء الشماسي وسوق الأسباط بمديرية صلاة شرق المدينة. وذكرت المصادر أن بعض الجرحى في حالة صحية حرجة جراء الإصابة البالغة التي تسبب بها القصف الحوثي. وجددت ميليشيات الحوثي قصفها للأحياء السكنية شرق المدينة مستهدفة عددا من الأحياء، وقد سمع ذوي انفجارات كبيرة أثناء القصف.